عايز اليوم نحروح البيت نحسنلكم فيديو مثل الشورتس الفيديوهات القصيرة اللي تلايكم على اليوتيوب مرات أتوقع مثل الفيديوهات القصيرة هيك حسنلكم فيديو قصير نسويلكم المحفظة الأشياء اللي حطها بغاية طبعا أكو أصوات لأن أنا قاعدة يم أخويا وهو قاعد يلعب البلاي طبعا هاي لحقاح حط الأغراض بهاي المحفظة ليش حلوة أوكي أول شي لحط هذا الصغنافر لونه يجنن استوقع ما رح استفيد من الصغنافر ولا واحد يعني شلون أحط وأمسح وأصلي وراها أحط لحط هذا الأبيض يخلي اللون فاتح يخبل هو مو كلش حلو بس يعني حلو شوية وهذا اللون يعني مو كلش حلو بس عادي وهذا بالنسبة لأمي جمال بس راح أحط هذا القلم الرصاص وراح أحط هاي الألوان وححط هذا القلم الجاف وبعد هذا قلم رصاص قلم رصاص عادي وهذا قلم الجاف اسود شد المحفظة طبعا اللي تسأل هالألوان كاملة لا هاي كاملة بس أتوقع أن أكو بيها نقص واحد ظليت ساعدة معي وما لقيته فظلست أوه شوف المحفظة وبس هذا كان الفيديو اليوم أتمنى أعجبكم أصور لكم فيديو من روح البيت الجديد